انه انت كنت مشي غبجي انت وصغير، يعني اذا ابتديت مهنه الصحافه بسنه 36 كان في عندك سوابق قبل بسنه 30 نضاليه وتروح وتجي وتعمل بالمدرسه وبعد المدرسه دخلت. مزبوط، هو يلي بيعمل مشاغبات من هالنوع بنسميها مشاغبات، وهي وجوه متعدده من النضال لبنان الاستقلالي، بحاجه خطرات لحتى يريح نفسه بالناي مثلا او بشي ثاني ترفيهي. ومثل ما قلت باول الحلقه استاذ جون كلود انه كيف عم نحتفل بواحد سجله العدلي حافل. ايوه انا بعدني فايق لما رحت لجيب هالسجل العدلي، قال لي هذا البيعطيني اياه وقتها، قلب الصفحه ما عاد ساعه الصفحه قلبها حط يطبع اقلب الصفحه، قال لي في اثنين انتوا اكثر شيء، اول واحد غسان توين وثاني واحد انت. فانا بعتبر انه هالاحكام اللي صدرت بحقي هي كلها كل واحد منها وسام متعلق فيي ودفعت اصحابي ودفعت الدوله انه تكرمني. هالاحكام هيدي، هالاحكام هي. بس اي مره اول مره فت على الحبس؟ اول مره ايام الانتداب الفرنسي طبعا، على ايام الرجيب. ايوه وقتها المفوض السامي عمل نظام بسموه نظام المونوبول الاحتكار، يعني مشان زراعه وتجاره وصناعه التبغ. شو قام البطرك وقف بوجهه والراي العام اللبناني وقف بوجهه. هذا نوع الجرم قدح وذم؟ قدح وذم. شو قدح يعني؟ قدح وذم يعني قدحوا يعني سبوا. وزموا باللبناني الدارج بنقول قدحوا. اه هي كمان بتجي بالمعنى ذاته بس المجازي. بالقانون بتعبير القانون. أيوه. قدح وزم. أيوه. وافترى والى اخره، في كثير. فكلهم كانوا يتهمونا فيهم. رغم انه يحكمونا بموجبون كنا يا يحطوا مع وقف التنفيذ او انه بعدين نمحيهم او انه بالاخر صفوا قوسمه النا. هذه مذكره جلب هون. لا ذكر التوقيف. توقيف كمان كان عمرك 28 سنة. ايه نعم مذكر التوقيف. ليش وقتها ذكر التوقيف غير مؤقت؟ ايه ضلوا يلاحقوني لكما تشوني معني، ما كنت تربان. ايه ما كنت تربان ابدا. او لشو حطوك بالحبس وقتها؟ هيدي وقتها كان في عيد اول نيسان سنة ال 44. عيد اول نيسان. ليش اول نيسان بيعملوا له عيد؟ عيد شعبي يعني. عيد شعبي اول نيسان، عيد الكذب يعني. ايوه نحن حبينا نعمل كذبة، كان الأستاذ غنطوس معنا وجمهور من الإخوان، رحنا على جونة عند بيت خي من أمي جوزيف وخي جورج عرش سعادة، عملنا سكرة كبيرة. بهالأثناء كان في واحد معنا بيشتغل بالراديو، راديو الشرق وقت كان اسمه، كنا وقتها كلنا نشتغل براديو الشرق. قال شو رأيكم لو نعمل مفاجأة؟ شو المفاجأة؟ هو كان يومتها عم ينقل حفلة بالإذاعة من سبق الخيل، بعد ما كانت معه مهندس اسمه أرناس شجيع بعده طيب. قلنا بنروح على جوني بنعمل حالنا انه هيدي اذاعه وبنحكي بالصوت، وصوت غنطوس معروف كل الناس بيعرفون، ما كان في غيرنا بالاذاعه يعني. بنخبر اخبار مثيره. ساعتها بتكون مفاجاه كذبه اول نيسان، وهيك صار. وقفوك لانه كذبت اول نيسان؟ طوقوا البيت كله بالعسكر، اخذوا له اهميه طويله عريضه لانه الكذبه كانت تخينه. نحن تخنيها الحقيقه سنه ال 44 يعني. سنه ال 44 مع انه كنا اخذنا استقلالنا. ما هي مبحث هيك. مبحث هيك. نحن جربنا انه نعمل مسحه، طلعت بالاخر مع انه داخل البيت وما حدا سمعها، ما قبلوا الناس الا يعملوها اذاعه، لك يا عمي مالنا اذاعه عادي، هو برلور عم بيحكي من مطرح لمطرح، من اوضه لاوضه، وما في شيء. قال بلى انت سبيت الدوله الى اخره. طلعنا على بعبده، اجى بطرس عبد الساتر كان قايد الدرك، طوق لنا البيت وكمشنا وحولنا على بعبده. رحنا لعند الله يرحمه عبد العزيز الشيخ، كان مستنطق جبل لبنان، مع انه رفيقنا بالمدرسه، دكنا بالحبس. قد كم يوم؟ جمعه. جمعه هاي اطول شيء عملته؟ هاي اطول شيء. اطول شيء جمعه. ايه حلو. عيشه الحبس كانت ايامها؟ عيشه الحبس شو بدي اوصف لك، وقتها كتبت عده مقالات بجريده بوصف فيها كيف الحياه بالحبس. رجع شافنا الله يرحمه قال لي يا ريتنا ما حبسناك، فضحتنا بزياده. 36 هيدي سنه 44 بس. نحن قبل هيك فت على الحبس يعني. اكيد من 36 اول مره. من 36 هي ايام الرجيع عملنا مظاهرات وكنا من جميع الفئات يعني، الجامعه الامريكيه والجامعه الاسرائيليه اول مره اتفقوا عبر التلاميذ يعني. نحن الفنا لجنه وقتها
وبشين عملنا مظاهرة طويلة عريضة كما شونا حطونا بالحبس بعد من عيد أول إيار كنا نحن وخالنا فارس سامية كيف عملنا منشور منطالب فيه بحقوق أول إيار ما كان في وقت عيد أول إيار ما كان معترف فيه كمان دكونا بالحبس